السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله اليوم كيف ما شفتم العنوان غادي نديرو لي غولاسيون تريغونومي ترو، او لا بمعنى اخر العلاقات المثلثيه تريغونومي ترو. لي غولاسيون تريغونومي ترو كيف ما كنعرفو هما ديك لي غولاسيون كيكونوا متعلقين ب حساب المثلث، يعني كوسينوس او سينوس او طونجونت. مزيان تعرفوا هاد العلاقات اللي نقول دابا يحطوا هادو بارميزاسيوس، لا تحتاجوهم في اي بلاصه في المات، يعني تحتاجوهم في نومبر كومبلكس، في لي بولينوم، في اي حاجه تحتاجو كوسينوس او سينوس، وكتا في لي سويت و اسف لاناليز 1 لاناليز 2. المهم الغولاسيون تريغونومتري باس بارشو. في الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم لي غولاسيون ديال سينوس هيبربوليك كوسينوس هيبربوليك اي طونجونس هيبربوليك. دابور غنبدا بواحد الغولاسيون اللي معروفه بزاف، اللي هي غولاسيون ديال بيتاغور. بيتاغورس اش كيقول لك بيتاغور؟ هذا كيقول لك بلي كوسينوس او كاري دو اكس بلس سينوس او كاري دو اكس تيكالا ان. ومن هنا نقدروا نجبدوا العلاقه ما بين كوسينوس او طونجونس، وما بين سينوس او طونجونس اللي بغينا. دابا هادي اونتر كوسينوس اي سينوس، كما كتشوفوا هذا كوس وهذا سين. نقدروا نجبدوا علاقه ما بين سين وطونجونس بوحدو، علاقه ما بين كوس وطونجونس بوحدو. هاد كي غنديروا تنجبدوها بطبيعه الحال باستخدام العلاقه اللي كنعرفوا شنو هي. طونجون دو اكس هي سينوس سير كوسينوس. سينوس سور كوسينوس، ولا الا تلفتو هي السين على الكوس، ولا تلفتو في هاد السين على الكوس، عرفوا بلي طونجونت كتنعدم لتحت في رقم واحد. سيتادير دابا السينوس امتى كتنعدم سينوس دو اكس؟ كونتي سينوس دو اكس تيكالا زيرو، اذا كان اكس كيساوي زيرو او لا اكس كيساوي بي. اذا كانت سين بي كيساوي زيرو، اكس كيساوي زيرو ولا اكس كيساوي بي. وهنا بليس دو كابي بيان سور، يعني زائد دورة. سيتادير هنا ايش كتعني؟ ان زائد دورة كاملة. وغادي نوريكم السيركل كيفاش تعرفوا امتى كوسينوس موجب سينوس موجب، وهادشي غنوريكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دابا ندير لكم ديك كيلكو بروبريتي ديال السين او الكوس او طونجونت اوسي. قلنا توجور هاد طونجونت كيساوي سينوس على الكوسينوس، سينوس كينعدم في زيرو بي، او كوسينوس كينعدم فاش متى كينعدم كوسينوس؟ إذا كان إكس كيساوي بي على جوج. صافي، فقط بلس دو كابي زائد دورة كينعدم بي على جوج أولا تروا بي على جوج، عاد تعني بلس دورة كاملة كي قلت لكم هنايا. ما علينا، دابا إلا بغينا نجبدو مثلا، أنا باغي نجبد طونجونت والكوسينوس في علاقة بوحدهم، يعني هاد يعني هاد السينوس خصني نحيدها. سيتادير كون نحيد السينوس يعني نديرها اون فونكسيون طونجونس وكوسينوس، سيتادير سينوس دو اكس كتساوي طونجونس فول كوسينوس. سيتادير هنا شنو غادي تولي؟ غتبقى كوسينوس او كاري دو اكس زائد من السينوس اللي هي نرجعها طونجونس، طونجونس او كاري هنا كوسينوس، يعني السينوس كتساوي طونجونس كوسينوس. طونجونس او كاري فول كوسينوس او كاري دو اكس كتساوي واحد. اذا كوسينوس او كاري دو اكس عامل لي واحد زائد طونجونس او كاري دو اكس كتساوي واحد. اذا كوسينوس او كاري بعلاقة بطونجونس، طونجونس او كاري هي واحد زائد هي واحد على واحد زائد طونجونس او كاري، دير علاقة ما بين كوسينوس و طونجونس. كذلك لبغينا نجيبو العلاقة ما بين سينوس و طونجونس يسوفي باش نعوضو الكوسينوس باش سينوس على طونجونس، و غادي نلقاوها تو سامبلومون. اولا نعاودو كوسينوس او كاري، شنو هي كوسينوس او كاري؟ اللي هي واحد ناقص سينوس او كاري، نعاودوها هنا في هاد العلاقة هادي، ونجيبو العلاقة ما بين سينوس او طونجونس. هاد الشيء اللي نقول فيها غتحتاجو من بعد في ارك كوسينوس وارك سينوس وارك طونجونس. ندوزو لشي حوايج اخرين تاني، ندوزو لاديسيون. دابا كوسينوس دو ا بلس بي هي بار ديفينيسيون هي كوسينوس دو ا فوا كوسينوس دو بي موان سينوس دو ا فوا سينوس دو بي. سينوس دو ا بلس بي
هي سين سين هي سينوس اتوما سينوس أ كوسينوس بي زائد سينوس بي كوسينوس أ. هي سين هادي فوكوس هادي زائد سين الاخرى فوكوس الاخرى، يعني بحال هكا تبيرميتي. وهنا واد أ غدير بي وصافي. وطونجون ديال أ بلس بي كما كتعرفو طونجون ديال أ زائد بي اللي هي سينوس ديال أ زائد بي على كوسينوس ديال أ زائد بي. ولا بسطنا داكشي مزيان غادي نلقاوها هي طونجون دو أ بلس طونجون دو بي سور أ موان طونجون ديال أ فوا طونجون ديال بي. هادوما العلاقات الثلاثة ديال لاديسيون. ومن هنايا من هاد ثلاثة العلاقات نقدرو نجبدو كوسينوس ديال أ موان بي. بلاش نبدا ندير واحد سميتو ندير واحد لانتروديكسيون ديال السينوس والكوسينوس. سينوس دو اكس هي دالة فردية، ستادير سيت اون فونكسيون، لا دالة فردية سيت اون فونكسيون امبير. شنو كاين فونكسيون امبير؟ يعني ان السينوس ديال ناقص اكس كتساوي ناقص سينوس ديال اكس. فونكسيون امبير. كوسينوس دو اكس شنو هي كوسينوس دو اكس؟ سي سي فونكسيون بير. اش كاين فونكسيون بير؟ يعني ان السينوس كوسينوس ديال اكس هي كوسينوس ديال ناقص اكس. هنا هي ناقص كنخرجو برا كيولي ناقص سينوس ديال ناقص اكس. يعني كوسينوس ديال اكس هي كوسينوس ديال ناقص اكس. هادو هما العلاقات ما بين كوسينوس وسينوس. نديرو تاني شي حاجة أخرى. طونجونج بيان سور شنو هي طونجونج؟ شنو هي طونجونج دو إكس؟ لي هي سينوس إكس على كوسينوس إكس. نديرو طونجونج ديال موان إكس نشوفو طونجونج ديال موان إكس شنو هي؟ هي سينوس ديال ناقص إكس على كوسينوس ديال ناقص إكس. شنو هي سينوس ديال ناقص إكس؟ كيما قلنا هي ناقص سينوس ديال إكس حيت فونكسيون أمبير. شنو هي كوسينوس ديال ناقص اكس؟ ديال كوسينوس دو اكس. سينوس دو اكس على كوسينوس اكس شنو هي؟ هي طونجون غتبقى واحد ناقص طونجون دو اكس. اذا طونجون تشمل كي داير هاد الفونكسيون ديال طونجون دو اكس؟ سي سون فونكسيون كي امبير. مزيان، دابا غنشرح شنو هي اش كيعني فونكسيون امبير وشنو اش كيعني فونكسيون بير. فونكسيون امبير، فونكسيون امبير كتكون الصورة ديال ناقص اكس هي الصورة ديال اكس. لا الصورة ديال ناقص اكس هي ناقص الصورة ديال اكس، يعني كيكونوا متماثلين بالنسبة لهاد. ورسم واحد الخط هنايا جيتا كيكونوا متماثلين بالنسبة لهاد واحد الخط ديال هذا كيساوي ايكغاك كيساوي اكس. هذا ايكغاك تيكالا اكس، يعني الصورة ديال واحد واحد كيكونوا متماثلين بالنسبة لهاد المحور. سيتادير بحال مثلا اكس على بوسونس 3، اكس على بوسونس 3 هي فونكسيون كي امبير. دابا نمشيو للسينوس نيت. سينوس دو زيرو هو زيرو، سينوس دو بي هو زيرو تاهو، شوف بي على جوج، سينوس دو بي على جوج هو واحد، ها هو واحد، سينوس دو بي هي زيرو، سينوس ديال هاديك هي هادي، غتبقى غادي هكا. هنا سينوس ديال ناقص بي على جوج اللي هي ناقص هنا، سينوس ديال هادي هي هكا غتبقى غادي على الشكل هذا. كما كيبان لكم نفس هذا الشكل غادي، نفس الشكل اللي كيكون هنايا هو نفسه اللي غادي يكون في هذه الجهه هذه. يعني ها انتم شوف نفس الشكل اللي كاين هنايا، نفس هذه الطلعه هذه اللي كاينه بحال هذا الشكل، نفس كي نفس هذه الهبطه هذه بحال هذا الشكل. يعني ما سمعتين بالنسبه لهذا المحور، هذا المحور اللي اكس كيساوي اكس. هذه فونكسيون كنقولوا فونكسيون امبير. مثال كفونكسيون امبير سينوس، هذه سينوس دو اكس هي هذه اللي درنا دابا. طونجون دو اكس هي فونكسيون كي امبير. دابا نمشيو لفونكسيون بير. فونكسيون بير جيت هي هنا، فونكسيون بير ناخدو فونكسيون بير كيكونو متماثلين بالنسبة لشمال المحور. هنا كتبناها بالاحمر، كيكون متماثلين بالنسبة لهاد المحور هذا. شو هاد المحور هذا؟
تكتب اصاحبي هذا المهم. هذا المهم هو ممكن يكون متمثل بالنسبه لي مثلا فونكسيون امبير بحال بار اكزومبل اف دو اكس ازغا بار اكزومبل اف دو اكس كتساوي اكس او كار. اكس او كار سي شي فونكسيون كي امبير بير بغيت نقول كوسينوس هي فونكسيون بير كوسينوس دو اكس كوسينوس ديال 0 هي 1 ها هي 1 كوسينوس ديال بي لا جوج 0 كوسينوس ديال بي ناقص 1 كوسينوس ديال هادي 0 1 اصبغ هذاك اكبر خلينا قلنا الصوره ديال ناقص بي جوج هي 0 الصوره ديال ناقص بي هي 1 ناقص 1 وغداك نرسمو الفونكسيون ونلصقو هاد النقط هادو طلع هبط كيفما كتشوفو بلي هاد الميروار هادي نفس الشكل اللي كاين فهاد الجهه هاديك ديال الميروار كيما كتشوفو من هنايا هو نفس الشكل بالنسبه لهاد الجهه انا بدك على شكل بحال على شكل دوبل بي تعديل شو نفس الشكل اللي كيكون هنايا ونفس الشكل اللي كيكون هنايا هو هذا نفس الشكل ما علينا هذيك نقولوا سيتي فونكسيون كي بير يعني الصوره ديال ناقص اكس مثلا هي ناقص بي لجو 0 الصوره ديال بي لجو 0 الصوره ديال ناقص اكس كوسينس ديال ناقص اكس راه هي كوسينس ديال اكس هي الصوره ديال اكس تماما دابا غندير واحد العلاقات زويونين اشنو كنا قلنا فكروني كوسين ديال ا زائد بي شنو هو كوس 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 كابايلوس ناقص سين سين و سين ديال ا زائد بي هو سين كوس زائد سين كوس يعني سين كوس ولكن بالنسبه لي تدخل على كوسينس دو دو علاش درت بيغون امبيغ على حساب هاد العلاقه دابا شنو هي كوسينس ديال ا ناقص بي اللي هي كوسينوس ديال اش ديال ا زائد اشنو زائد ناقص بي وغنمشيو لهاد العلاقه وغنعاودو مثلا ب ناقص بي اش غتولي كوسينوس دو ا كوسينوس ديال ناقص بي ناقص سينوس دو ا سينوس ديال ناقص بي وشنو قلنا قلنا بلي كوسينوس ديال واحد العدد ناقص واحد العدد هو نفس الكوسينوس ديال العدد يعني هنا غتبقى كوسينوس ديال ا كوسينوس ديال بي علاش حيت كوسينوس ديال اكس هو كوسينوس ديال ناقص اكس كما قلنا دابا شرحت دابا شنو هي سينوس ديال ناقص بي شنو هي سينوس ديال ناقص اكس قلنا هي ناقص سينوس ديال اكس هي سين ناقص سينوس ديال بي سيتادير ناقص مع ناقص غتولي زائد غتولي هي زائد سينوس ديال ا سينوس ديال بي فوالا ديال غولاسيون ديال كوسينوس ديال ا ناقص بي ونفس الشكل نتوما دابا غنمدو عينيكم وديرو سينوس ديال ا ناقص بي انا نكتبها هنايا سينوس ديال ا ناقص بي اللي هي شنو هو اللي هي سينوس ديال ا كوسينوس ديال ناقص بي عامل بلس سينوس ديال سينوس ديال ناقص بي كوسينوس ديال ا اللي هي سينوس دو ا كوسينوس بي حيت كوس ديال ناقص بي كوس بي زائد هنا مع زائد بعد ناقص غتولي ناقص حيت كوسينوس سينوس ديال ناقص بي ناقص ناقص سينوس ديال بي كوسينوس دو ا فيت اتونسيون على حساب الترتيب هنا خصكم ديروا اتونسيون كيما قلنا الترتيب حيت زائد هنا الترتيب ما يهمش واخا نحطوا هذه هنا ولا هذه هنا هنا ديروا اتونسيون حتى هنا في الاول ديروا اتونسيون حيت كوس ناقص سين ماشي سين ناقص كوس وطونجون نفس الشكل شنو هي طونجون ديال ا زائد بي قلنا هي طونجون دو ا بلس طونجون دو بي سيغ ا موان طونجون ا طونجون بي يا درنا هنا ناقص خلي نقصو هنايا ونقصو هنايا وكيف ما قلنا تاي طونجون ديال ناقص بي راه هي ناقص طونجون دو بي نتمنى تاي تكونوا استفدتوا منا شنو باقي اخر ديزولي هنايا طونجون ديال ا ناقص لا ما كاينش ناقص الله يهديك ها هي طونجون ديال ا بلس طونجون دو بي ما علينا صافي غتخرج لكم هادشي اللي شتو دابا في البي دي اف هنا يسب مزيان من خصنا دابا نديرو واحد العلاقات زويونين كيعجبوني انا بزاف غادي نديرهم دابا كوسينوس ديال ا زائد بي قلنا هي كوس ا كوس ا كوس بي موان سين ا سين بي دابا باغي كوسينوس ديال 2 اكس مثلا واحد 2 اكس
تسمي كوسينوس ديال 2x هي كوسينوس ديال x بلس x. هذا تحتاجو بزاف، مثلا كوسينوس ديال 2x 3x 4x مو شي حاجه بحال هكا كنستخدمو في هادي. هي كوسينوس ديال x زائد كوسينوس ديال x زائد x اللي هي اشنايا على حسابنا، هي كوسينوس x كوسينوس x ناقص سينوس x سينوس x هي كوس او كاري x ناقص سين او كاري x. لا بغيت انا هادي هاد كوسينوس دو زيكس نجبدها غير اون فونكسيون دو كوس، كوس او كاري اش كنعرفو؟ كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري اش كتساوي؟ واحد. اذا كوسينوس او كاري كتساوي واحد ناقص سينوس او كاري، كوس او كاري تقال ام موان سينوس او كاري، يعني هادي غتبقى تساوي واحد ناقص سينوس او كاري ناقص سينوس او كاري ناقص جوج سينوس او كاري. اولا الا بغينا نجبدوها بالسينوس، شنو سينوس او كاري؟ هي واحد ناقص كوسينوس او كاري نفس الشكل. هنا هي سينوس او كاري غتبقى هنا ناقص واحد، غتبقى هي جوج كوسينوس او كاري دو اكس موان. هاد العلاقة صحيحة، هاد العلاقة صحيحة، وهادو بجوج هاد كوسينوس كيساوي هادي كيساوي هادي تاهي. يلا ديرو سينوس ديال دو اكس، ديرو سينوس ديال دو اكس كاخر حاجة، ومن بعد غديرو اضطروا نتوما بوحدكم ديرو الطونجون ديال دو اكس. اشنو قلنا في السينوس ديال دوز اكس؟ هي سينوس ديال اكس زائد اكس ياك، هي سينوس ديال اكس زائد اكس. اش قلنا على السينوس؟ قلنا هي بحال يعني غتكون هي كوسينوس ديال اكس في سينوس ديال اكس زائد كوسينوس ديال اكس اخرى في سينوس ديال اكس. فاشو عاقلي غتبقى هي جوج كوسينوس ديال اكس سينوس ديال اكس، وهي هادي العلاقة ديال سينوس ديال جوج اكس. شنو باقي اخر؟ بارك علينا. داك ديريفي و الانتغرال و العلاقات المثلثيه بحال هذيك سميتو هذيك الدائره، كيفاش جبدوا كوسينوس امتى كيكون موجب سينوس موجب ايتترا، غنديرها في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم نتمنى مزيان ان يكون الفيديو عجبكم، بارطاجيو مع صحابكم اللي كيقراو حتى هما هاد الشيء. المهم هادو لي زاسيوس كيقدروا يكون تستافدوا منهم في بزاف ديال التمارين، و ما تفرطوش في هاد الشيء راه مهم بزاف. المهم الله يوفق الجميع. المهم نتمنى الا عجبكم الفيديو خليونا واحد جيم، ما تنساوش تخليو لنا شي كومونتير تقترحوا لنا افكار جداد، شي حاجه عجبتكم ما عجبتكمش حنا كنتقبلوا كل شيء. و ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي حتى هما كيغراو هادشي. تهلاو في روسكم.